السلام عليكم. استقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بن مهدي صباح اليوم السبت بمقر الوزارة فضيلة الشيخ الدكتور وليد مهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بارريج. وحسب بيان للوزارة فقد جرى الاستقبال بحضور الأمين العام للوزارة ومدير التوجيه الديني وإدارة المساجد ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بارريج. وانتشر فيديو للإمام وليد مهساس وهو يؤم الناس في صلاة التراويح وعلى كتفه قطة على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر الترند العالمي. ولم يكن يعلم هذا الإمام أن مجرد قطة شوارع ستجعل منه معروفا في العالم ككل، وتتهافت عليه وسائل الإعلام وكبار المسؤولين في الجزائر.